فطبعا الشناوي يمكن اخصه بالذكر طبعا، اتمنى له طبعا الحمد لله ان هو يستعيد كامل لياقته بعد الاصابه العارضه اللي حصلت دي. ويمكن هو طبعا من الاجوان المميزه جدا جدا جدا. والشناوي عنده مميزات كتير جدا، اولها ان هو عنده هدوء وعنده ثبات كبير جدا أوي. بره يعني الملعب وجوه يعني الملعب يعني الدنيا تبقى حواليه وهو مركز بشغله. ودي ميزه من اهم مميزات حارس المرمى، ان هو عنده لازم الهدوء ده، وانا عايزه لان انت بتلعب في اجواء افريقيا بالذات يمكن الفتره دي ما فيش جمهور، لكن في ظل تواجد الجمهور بتبقى الامور اصعب طبعا. فلو مش جون عنده هدوء وعنده ثبات وعارف هو بيعمل ايه يفرق كتير جدا. يمكن احنا لما كنا موجودين هنا يمكن احنا وصلنا نهائي افريقيا ولعبنا مع الترجي طبعا، لكن ما حلفناش التوفيق. وكان الشناوي ليه يمكن فضل كبير جدا في مشوار النادي الاهلي، يمكن اخص بالذكر مباراه الترجي هناك ومباراه قبل النهائي وفاق سطيف. طبعا اجواء حضرتك عارفه كابتن يعني الاجواء هناك سهام حاجه صعبه جدا مع الجمهور، فهو كان الحمد لله يمكن ضغط كبير جدا، كان عنده ثبات وكان مؤثر جدا في نتائج الفرقه ان احنا نوصل نهائي افريقيا، بالرغم ان كان في تدعيمات بالوقت اللي موجود ده دلوقتي. فهو يمكن انا كنت اتمنى ان الشناوي قبل الاصابه دي، يمكن انا يمكن كنت قاعد مع نفسي كنت اتمنى انه يريح ماتشين ثلاثة قبل موضوع الإصابة ده، بعدين يرجع ممكن على ماتش بيراميدز ويبقى، لكن قدر الله ما شاء فعل، هو ربنا اللي بيقدر ده. ودي كانت فرصة برضو إن كان لازم علي ياخد مباريات، لأن إحنا حارس المرمى مركز حساس جدا، لابد إن يبقى دايما الحارس الأول والثاني على هبة الاستعداد، والثالث طبعا، لكن الأمور يبقى الحارس الثاني لازم يبقى عنده خبرة المباريات وشغال، بحيث إن لا قدر الله لو حصل أي إصابة عارضة يبقى هو جاهز يعني وموجود. وده يمكن حصل، يمكن علي اشتغل بقاله 3 مباريات وشغال طبعا يعني برضو بشكل كويس، ومصطفى خد برضو مباراه الترسانه. فالحمد لله اصبح ان احنا 3 حراس لعبوا في ظل 4 مباريات قبل الماتش اللي هو الوداد. فاتمنى ان شاء الله باذن الله ان الشناوي باذن الله ربنا يوفقه، وعلي يبقى ستاند باي في اي لحظه، ومصطفى طبعا، لان زي ما بقول حراسه المرمى مهمه جدا في تحقيق اي نتائج. علي لطفي فرق معاه جدا موضوع الكورونا، هو طبعا يعني وعودته وفرق معاه، انا بتكلم على التوقيت، فرق من حيث التوقيت. هو طبعا يعني هو علي يمكن اول ما رجع على طول من يعني من الكورونا لعب على طول. لكن برضه علي جون كبير، يمكن انا كان حالفني برضه، كان معايا في انبي قبل ما يجي النادي الاهلي ومرنته، هو من حراس المرمى الكبار جدا وحارس مرمى مميز. لكن دايما بنقول هي بتبقى دايما حراسه المرمى التغيير فيها بيبقى في اقل الحدود، لكن هو دايما يبقى بيتمرن ودايما يبقى مستعد وتبقى فيه منافسه دايما، لان دايما الحارس الاول دايما لما يبقى فيه حارس تاني معاه منافس ده بيرفع من مستواه، وده اللي احنا شايفينه مع الشناوي وعلي ومصطفى. الجزء الثاني وبرضه عايز اكلمك فيه كابتن مصطفى، ان رغم تغيير الاجهزه الفنيه في النادي الاهلي اتغير طبعا رحيل فايلر، لكن ميشيل يانكون طبعا كان متواجد. وايه رايك في تواجد مدرب حراس المرمى في النادي الاهلي اللي اشتغل يعني بقاله سنه دلوقتي وانه ما رحلش، وهل ده ليه تاثير على مستوى الحراس كمان؟ وتغيير مدرب الحراس دايما بتبقى عمليه مختلفه عن المدير الفني، يعني العلاقه اللي ما بين المدير مدرب الحراس مع الحراس بيبقى لها علاقه خاصه غير حتى علاقه المدير الفني بباقي اللعيبه. يعني طبعا حارس المرمى هو مركز خاص جدا، والعلاقه بين الحارس والمدرب تكون لازم يعني لازم الحارس يبقى اللي في دماغي هو عنده في دماغه كوبي بس، لان هو انا هو بينفذ فكري، فبالتاكيد بيبقى فيه راحه نفسيه الحارس. طبعا مدرب الحراس ازاي بيحتوي الحارس وازاي يوصل له كل اللي هو عايزه، وبتنشا علاقه يعني علاقه صداقه بره الملعب، عشان تبقى انت لازم عارف هو حياته بيعيشها ازاي وبيعمل كل اي حاجه بيعملها تبقى انت ملم بيها، لان حارس المرمى يعني العنصر النفسي والتجهيز النفسي لحارس المرمى مهم جدا، لان هو انديفيدوال يعني حارس فردي يعني مركز فردي لكن جوه مجموعه، فده بيحتاج اعداد خاص جدا قبل المباريات، محتاج جدا تبقى عارف الحاله المزاجيه للحارس ايه، محتاج عارف السيكولوجي بتاعته ايه، هو ايه اللي بيضايقه، ايه اللي ازاي انت في وقت معين من الاوقات بتضغط عليه، ازاي في وقت من الاوقات بتدي له مساحه ان هو يبدع في المباراه، كل الكلام دون زي ما حضرتك قلت بتبقى علاقه خاصه. فعشان كده يمكن محمد الشناوي لما كنا موجودين بيبقى في ارتباط كبير جدا بينه وبين مدرب حراس المرمى. يمكن انا مبسوط لتجربه المدربين الاجانب.
طبعا في مصر لان التدريب حراس المرمى اختلف وتطور كتير جدا. فبرضو احنا لما بنيجي نعمل احنا الكلام ده فالاجوان عندنا ما بتبقاش مصدقنا شويه، لكن لما خواجه يجي يعمل الكلام ده احنا بنصدقه. فانا مبسوط عشان عشان احنا لما يبقى نشتغل احنا الحمد لله مش بنقلل من نفسنا، احنا عندنا كفاءات ما شاء الله، فدي بتبقى حاجه كويسه. لكن هو ان ميشيل يانكون يظل مع احمد دي بتدي برضو هدوء، لان الفتره دي التغيير كل مدرب ممكن يبقى ليه فكره.